ايه؟ قلبوا عليك المواجع؟ مواجع ايه بس يا متر؟ ده كلها سواد الليل وهفك من هنا. ماشي يا عم. بس المهم يا حربي لما تخرج ما ترجعش هنا تاني ابدا. ارجع؟ ده انا حالف معدت بامه تاني. يبقى افتكر كلامي كويس يا حربي. ده تنساه خالص. وقبل ما تستخدم دي استخدم ده. بس ساعات برضو الحل ما بيكونش غير في دي. ماشي يا حربي اضرب. بس لو ضربت ما تعورش. وان عورت ما تقتلش. اهم من كل ده يا حربي بسرعه وما تخليش اي حد يشوفك ولا يمسك عليك حاجه. كلامك حكم ابو صلاح. حلقه في وداني عمري ما انساها. الله توحشني يا حربي. وانت كمان هتوحشني. اوه هانت. كلها كام شهر خلص مدته وحصلك. تفتكر هنتقابل تاني؟ اكيد. الدنيا صغيره يا حربي. زي ما بيقولوا في المثل مسير الحي يتلاقى. هستناك. وانا هاجي لك يا حربي. عشان عارف انك واد جدع وصاحب واد. يا ريت والله يا ابو صلاح. او على الاقل يعني ارد لك جزء من جمالك اللي غرقتني بيها طول السنين اللي فاتت دي. يا راجل جمالي ما تقولش كده عيب. لا يا ابو صلاح. السجن علمني كتير، لكن انت علمتني اكتر. المهم يا حربي اتعلمت مني ولا من السجن ولا من الايام الغامقه؟ اللي اتعلمته ده يا حربي اوعى تنساه ابدا. مش هنساه يا ابو صلاح. اشوفك على خير يا حربي في الدنيا الواسعه. خلي بالك من نفسك وانت كمان. ما بلاش اللون ده معانا، راح تتعب قوي ويانا. يا سلام، احلى افطار من احلى دندن فيك يا مصر. يا واد يا واد بطل محلسه. قول حقي بقى، بتمحلس اليومين دول؟ ما ياكلش الكلام ده، بسمع منه كتير قوي في الكباريه. بس ما بتسمعهوش من حربي اللي لاي اي ولا زي زي اللي في القلب واحد بس يا حربي. مين يا بت؟ اللي لاي اي ولا زي زي. اوه احبك يا اصبر انت يا جميل. يلا استأذن بقى. ايه ده؟ رايح على فين؟ زمان الواد زين وبركه مستنيني من الصبح. طيب هترجع تاني؟ طبعا ده كلام. بس انا بقى هكلمك بكره الصبح اشوفك عملت ايه في موضوع عنتر بيه. اعتبرها مقضيه. والله وصدقت بنت رز. عشان تصدقني لما اقول لك اني مش اي اي ولا زي زي يا زين. طب انا هنروح لمين هناك؟ قالت تسال على واحد اسمه مفيد، بس على الله يطلع اسمه على مسمى. قول يا باسط. ايوه كده احبك، كده احبك، احبك اموت فيك يا زين. اشهر. لو سمحت يا اخ. تحت امرك. الاقي الاستاذ مفيد فين؟ هو اللي واقف هناك ده. طيب تشكر. صباح الفل يا عم. صباح الفل. انا حربي، حربي المهدي. اه عنتر بيه كلمني وقال لي انك جاي، بس انا مش عارف انت عايز ايه بالظبط. اي مخلفات عندكم يعني عايزين نشيلها؟ مخلفات يعني؟ مش في المرور هنا عشان تقول لي مخلفات. عسليه قوي الاستاذ مفيد ده. لا رئيس، هو يقصد يعني اي حديد، اي خشب، اسياخ تسليح، اي حاجه كله هيمشي يعني. الحاجات دي بيشاونها في المخزن اللي هناك ده. احنا بقى يا باشا عايزين ناخد كل الحاجات دي ونريحكم منها. واللي تؤمر بيه احنا سدادين. عمال. ايوه يا باشا. تعال. عمر يا فندم. خد الجماعه دول واطلع بيهم على المخزن المخلفات. تحت امرك يا استاذ مفيد. خليك معاهم. انا اي اتفضلوا يا جماعه. سلام. كل يا رجالة. يا النبي يا بنت بالله، بصمت لك بالعشرة قبل المهدي. شكلها كده هتنفق معاك بجد ولا ايه؟ هتنطقنا في العالي. ده كنز علي بابا يا جدعان. انا لما دعيت قلت يا رب، قلت ربنا هيكرمنا، بس ما اعرفش انه هيكرمنا قوي كده. عرفت انا بحبك ليه يا بركه؟ يا بركه انت صدقني ربنا كرمنا عشان انت ولاد زين من هنا حلوين. يا دي انت، احنا من هنا حلوين بس انت من هنا احلى عشان انت بركه. يا بركه اضحك على يلا. ايه لقيتوا حاجه تنفعكم؟ كله يا باشا، كله ينفع. كله؟ نويت تشيله في المخزن كله؟ ده لو ما كانش عندك مانع يعني مفيد بيه. ان شاء الله هتشيله في المخزن كله في علبه البلوبيف دي.
انت قريته من الاول الباشا عايز. لا يا باشا، هي ساعه زمن اجيب عربيات تحمل بضاعه على قد ما يقدروا يعني. اول بقى ان شاء الله كده يوم ورا يوم لغايه ما نفضي لك المخزن ده ان شاء الله. بس يعني في نقطه كده لمؤاخذه صغيره كنت عايز اتكلم معاك فيها. نقطه ايه؟ يعني لو ينفع بس يعني بعد اذنك تصبر علينا شويه في تمن اول حموله. ليه؟ واحنا بنقصد غساله هنا ولا ايه؟ لا باشا، بس يعني على بس ما نصرف البضاعه ونقبض تمنها. في الاول بس، لكن بعد كده اي حاجه هناخدها هندفع فوري وكاش كمان. انا ما اعرفش اذا كان عنتر بيه هيوافق على حكايه الشكوك دي ولا لا. وما يوافقش ليه يعني؟ واحنا ننصب عليه. لو تحب اطلبه لنا على الموبايل واحنا نتكلم معاه. اطلبه. اهو عنتر بيه جه اساسا. يلا كلموه سالوه. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه عنتر بيه. الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك يا توفيق. اتفضل يا باشا. اتفضل. اهلا عنتر بيه يا راجل يا وباه. اهلا يا ابني. انا يا باشا والله مش عارف اشكرك ازاي ولا اقول لك ايه على اللي عملته معانا. جميلك ده يا باشا هيفضل في رقبتي طول العمر. العفو العفو، على ايه يعني؟ مين ده مفيد؟ ده حرب يا باشا اللي سعادتك كلمتني عنه النهارده الصبح. حرب ايه؟ انا حرب يا باشا اللي دنيا كلمتك عني. ايوه افتكرت. مفيد شوفوا عايز ايه وريحه على الاخر وحصلنا على المكتب. ريحه ايه؟ ربنا يخليك لنا يا باشا وما يحرمناش منك ابدا. شفت يا عم مفيد؟ اقول لك ريحه على الاخر. حاضر يا اخويا هريحك. سامي حسابك المره الجايه البوكة على راس الميت. روح هات العربيات وتعالى شاور اللي انت عايزه. ماشي يا عم الشباب، ومسيرنا لما نشتغل مع بعض تعرف ان حرب المهدي قد كلمته. بركه روح انت المخزن هنا وفرز البضاعه لما نجي لك. ماشي ماشي يا عم مفيد، شكلك كده طلعت اسم على مسمى. بالاذن. سلام. يلا بينا زين. تعال اقعد جنبي. قول لي بقى عملت ايه مع رشوان؟ كل خير يا ست الكل. لقيت له سكه؟ لسه شويه، بس انا يعني ليه عندك طلب. امر. دلوقتي احنا محتاجين لمخزن متطرف يكون بعيد عن العيون، واهم حاجه ان ما يكونش في اي حد من المنطقه يعرف مكانه. عندي حته مخزن مهجور وكبير وفي حته ما حدش يعلم عنها حاجه، في سقاره كنت ورثاه من جوزي الاولاني. لا من جوزي التاني. هديك مفتاح. حلوه قوي، هاخد منك المفتاح وتديني كمان العنوان وهطلع انا الصبح انا والواد زن عينه. وان شاء الله يا معلمه ان شاء الله حقك هيرجع لك لحد عندك. زين هنعمل ايه دلوقتي يا حرب؟ هنوصل لاي حته مقطوعه بعد كده هنتصرف. هنتصرف يعني هنعمل ايه يعني؟ هنتصرف يا زين، خليها على الله. حاضر حرب، نخليها على الله حرب. ما هو كله على الله، كله على الله حرب. وريهم الرأس على أصولة حبيبي. تفطرها معانا يا رب. وحياة حبيبك النبي تفطرها معانا يا رب.
ده؟ ايه الخبط ده؟ بندو هذا بندو. ايه يا اسطى في حاجه سمعت الخبط ده؟ في حاجه سايبه فوق اللي انت نزلت في مطب ولا حاجه؟ طب انت هتشوف ايه فوق يا واقف على جنب؟ طيب ممنوع نقف على جنب، احنا في بين نبه عليهم ما اقفش لاي سبب ونفضل ورا على طول. اطلع يا عم شوف ايه فوق. حاضر يا اسطى طالع. حاضر اطلع تشوف ايه. ايه ده؟ انت مين؟ انا السواق الجديد انا حمك. انا قلت من الاول هي ليله مش فايته. يا حربي ايه الاخبار؟ انت جاهز؟ يا سيدي انا جاهز. يبقى الملف اللي جاي وما تنساش تولع النور الكبير. حاضر يا حربي مش هنسى اولع الزفت. ربنا معاك. ربنا معانا يا حربي. اديت لي التريلا بعدت عننا يا اخي. طب هدي شويه خليها تحصل لي. يا ادي النيله السودا عليا. يا زين في الجماعه اللي قدامي بيهدوا حربي. عادي يا زين ايه المشكله؟ يعني ايه المشكلة يا حربي؟ اخلع منه ومحصلني على المكسب. سلام. ماشي يا حربي الله يخرب بيتك. يلا بقى هي موتة ولا اختر. ايه ده؟ ايه؟ دي مش التريلا؟ مش التريلا؟ يا نهار اسود ومنيل. الو عزام بيه؟ رشوم بيه عندك؟ ايوه موجود. في ايه؟ مصيبة مصيبة يا عزام بيه. ايه اللي حصل؟ التريلا التريلا ضاعت. انت بتقول ايه؟ الله هو في ايه عنتر بيه؟ في ايه عزام؟ مفيش حاجة دنيا. خد ادعاء وروح براح يوصلكم لحد البيت. يروحوا ليه يا عزام؟ الليل لسه طويل والقعدة هتحلو. الليالي جاي يقتلي يا عنتر. يلا يا دنيا. يلا يا بنت يا دعاء انا مش عارف قله المزاج دي. يلا ايه يا عزام؟ في ايه؟ عربيه اتسرقت. عربيتين اللي اتسرقت؟ انهي عربيه اللي بتتكلم عليها؟ العربيه اللي فيها البضاعه. يا دي المصيبه يا دي الليله الطيط. هنعمل ايه؟ هنتصرف كيف؟ انا هتصل بعدلي بيه عشان يبلغ الباشا الكبير. لا استنى استنى. ايه؟ الباشا الكبير لازم يعرف كل حاجه. مش لما نعرف احنا الاول ايه اللي حصل؟ فين حنفي دلوقتي يا عزام؟ حنفي ومفيد قلت لهم يجوا على هنا. بالظبط. نبقى نستنى لما يجوا ونعرف ايه الحكايه وبعد كده نبقى نتصرف. تفتكر بعد اللي حصل ده رشوان هيسكت؟ اعلى ما فخده وركبه. وبعدين رشوان ده باين عليه راجل مفتري قوي واكل حقوق ناس كتير. يبقى يدور بقى على مين اللي عمل فيه كده وبقابلني بقى لو عارف احل. يا خوف يا حرب لو عرف. احنا قلنا ايه يا عم زين؟ بطل تشاؤم وخليك متفائل احسن. ماشي يا عمنا او كده نمشيها تفاؤل. حربي زين بص لقيت في العربيه سكر بودره. جبته منين ده يا ده؟ جوه العربيه وسط الحديد. انا ما اعرفش ايه دخل سكر البودره بالحديد يعني. ده مش سكر بودره، ده بودره بركه. يعني ايه؟ يعني فيها تأبيده. ده ما كانش فيها اعدام يا عم حربي. ايه؟ اعدام؟ شفتي بقى يا دعاء؟ الحكايه طلعت سهله مش صعبه زي ما كنت فاكره. لا بس ده جو غريب قوي يا دنيا انا مش واخده عليه خالص. بكره يا اختي هتتعودي. انا مش عارفه يا اختي لولا التليفون اللي جالهم ده كان ممكن يجرالنا ايه؟
نهار اسود. قال لها دنيا صحيح هو ايه اللي حصل؟ النبي ما انا عارفه، بس شكلها كده في حاجه غريبه بتحصل، حاجه غلط. غلط؟ غلط ازاي بقى؟ اصل عزام وعنتر ورشوان في بينهم كده بيزنس مفيش حد يعرف عنه حاجه. بيزنس ايه؟ هي بنت انت بتفهميش؟ بقول لك مفيش حد يعرف عنه حاجه. بعدين يعني احنا مالنا؟ خليهم هم في البسبس بتاعهم واحنا في البسبس بتاعنا. فين العربيه يا حيوان؟ ما اعرفش يا رشوان بيه، احنا كنا ماشيين في امانه الله والعربيه ورانا بنبص ما لقيناهاش. فص ملح وداب. يعني ايه فص ملح ودابت؟ قرش وقع في بلعه؟ دي تريلا. عارف يعني ايه تريلا يا تريلا؟ استنى يا رشوان. استنى ايه بس؟ ما انت سامع بيقول لك تريلا واحد. اهدى يا رشوان واسكت. يعني ايه اهدى؟ انتم شويه رجاله ورا ما تنفعوش كمان تبقوا رجاله. انتم شويه زباله. السواق والتباع تعرفوهم كويس؟ ايوه يا باشا. يعني مضمونين؟ دول رجالتنا. الشيطان شاطر يا حلفي، يكونش حد لعب في دماغهم. عارفين هم ساكنين فين؟ عارفين عنوانهم كويس؟ هنعمل ايه يا عم حربي في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف يا زين. الحكايه كده كبرت قوي وبهوات على الاخر واحنا مش قدها. يا من ناحيه كبرت فهي كبرت، اما حكايه بقى ان احنا مش قدها دي والله مش عارف. هو ايه ده اللي مش عارف؟ اذا كنا عاملين الف حساب لرشوان عشان سرقنا منه عربيه فيها بضاعه بكام الف، ما بالك بقى لو خدنا تعبيده زي دي تسوى ملايين، هيعمل فينا ايه؟ عندك حق يا زين، الحكايه تخوف. تخوف دي ترعب وتنشف الدم. وطالما مفيد كان مع حنفي يبقى اكيد عنتر الشندوري موجود في الليله، ومين عارف مين تاني موجود، والناس دي يا اخويا مش هتسكت لما البضاعه دي ترجع لهم. يبقى احنا لازم نتاول البضاعه دي في مكان الدبان لزق ما يعرفوش طريق، او نخلص منها. نخلص منها ده يا عم زين؟ دي نعمه يا عم، نعمه. حد يرفض النعمه؟ النعمه اللي بتتكلم عليها دي يا حربي ممكن تودينا السجن وتعلقنا في حبل مشنقه. ده لو اصحابها ما جابوناش من قفانا من الاول يا اخويا، ساعتها مش هيبقى في حبل مشنقه ولا سجن، دول علقونا من عرائبنا كده وهتبقى نهايتنا زي الزفت. يعني ايه؟ يعني زي ما بقول لكم كده، البضاعه دي نخلص منها خالص، نرميها في النيل بقى، نحرقها، نعمل فيها اي حاجه. احنا لا هنرميها في النيل ولا هنحرقها، احنا هنتويها لغايه لما نشوف صحابها هيعملوا ايه. طب والمعلمه انشراح؟ المعلمه انشراح ملهاش غير حقها اللي عند رشوان، ومفيش داعي تعرف اي حاجه عن البضاعه. ايوه حربي بس المفروض. لا بس ولا ما بسش يا بركه، خلاص بقى انا دماغي اكسدت وتعبانه ومش قادر افكر. احنا دلوقتي هنعدل العربيه ونروح، وبكره حلها الف حلاق. عملتوا ايه؟ لقيتوه؟ لقيته متعور ومتخرشم. بتقول ايه؟ طب وما قالكش ايه اللي حصل؟ بيقول واحد نط على العربيه رماها هو والتباع براها وخدها وجري، وكان معدي واحد ابن حلال بعربيته لقاهم، راح واخدهم ووصلهم لحد العمار، ومن هناك كل واحد روح على بيته، وكان مستني لما النهار يطلع علشان يروح يبلغ. يبلغ؟ يا ناقص البوليس يعرف؟ هو ما كانش عارف العربيه فيها ايه؟ لا طبعا يا فالح ما كانش يعرف. على العموم انا قلت له ما يعملش اي حاجه الا لما يرجع لنا الاول، واديته 1000 جنيه وبعت حنفي ب 1000 تانيه للتباع عشان يسكته. طب ما قالكش مين ده اللي نط عليهم في العربيه؟ بيقول ما يعرفوش، كان متلتم ومداري وشه. يا دي المصيبه، يا دي المصيبه، ايه الليله المغفله جديد؟ اقعد بقى والولي زي النسوان يا عنتر، ما تنقطنا بسكاتك يا اخي. هنتصرفوا كيف؟ هنعمل ايه يعني؟ الفجر قرب يطلع، كل واحد فينا يروح على بيته، وبكره الصبح هنتقابل عندك رشوان في المسبك، نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. مفيد اطلع، مفيد اطلع اطلع. معقول اللي بتقوله ده يا حربي؟ زي ما بقول لك كده يا استاذ، عمليه ابتدت بسرقه عربيه حديد وختمت بكام كيس هيروين بكذا مليون. عندك حق، مسألة بدات صغيره وكبرت وبهوقت بالقوي. انت سايبني وراح على فين يا عم؟ ده انا ما صدقت اني شفتك وقلت انك جيت في وقتك. ما تشور عليا يا استاذ، اتصرف ازاي في الموقف المهبب ده؟ واحده واحده عليا يا حرب، ده موضوع خطير ومش عايز استعجال. وفي بس سؤال محيرني ونفسي تساعدنا الاقي له اجابه. سؤال ايه؟ اللي حصل ده حاجه حلوه تنطر الواحد لفوق وتخلي الكيكه تطلع في العالي،
ولا حاجة منيلة بستين نيلة تجيب داخل واحد وتنزله سبع عرض. والله ده يتوقف على تصرفكم في الموضوع. لو اتصرفتوا بتخوف وغباوة ممكن يجيب داخلكم ويقضى عليكم خالص، لكن لو اتصرفتوا بحكمة ممكن يا حربي يكون في فايدة كبيرة قوي. أيوة، وهو ده اللي احنا عايزينه، نستفيد من غير ضرر. طيب خلاص، سيب لي الموضوع ادوره في دماغي كده، ولما اوصل لحاجة اقول لكم تعملوا ايه. بس وحياه ابوك يا شيخ، ما تتاخرش عليا في الرد. لا، المواضيع الخطيره دي الاستعجال فيها مضر جدا. المهم بس قول لي، البضاعه اللي عندك دي في مكان امن؟ لا، من الناحيه دي بقى اطمن على الاخر، احنا مخبيناها في مكان ولا الجن الازرق يعرف يوصله. والله انا طول الليل بفكر في حكايتكم مع ادى دي، ما لقيتش غير الحل اللي انا بقول لكم عليه ده. ايه اللي بتقوله ده يا عم صلاح؟ ده كلام يتقال. ده ما اسموش حل يا متر. ده امال يعني ايه رايك اخ زين؟ نبيع الحديد والسياخ والمعلمه تاخد حقها والعربيه نخلص منها. والحديد ده بقى ان شاء الله يتباع لمين؟ الف من يشتري يا متر. حديد مسبوك وسياخ تتباع في السوق، يوصل الخبر لرشوان فيحط ده على ده، يعرف ان انتوا اللي خدتوا العربيه والبضاعه. تفتكر هيسكت لكم؟ لا طبعا، ده هيولعها نار ويعلن الحرب علينا ويودينا في 60 داهيه. واحنا قدها وقدود يا عم حرب، واعلى ما في خيل وركب. بطل بقى يا زين التهور والاندفاع ده. وبعدين فرضنا ان احنا مشينا ورا كلامك في موضوع العربيه والحديد، البودره بقى هنعمل فيها ايه؟ لا، ده دي هنبيعها ونكسب من وراها الشهد. وانت محامي وليه سككك مع تجار المخدرات كده اهو؟ اه يا رجاله يا رجاله، دنيا المخدرات دي مملكه كبيره لها سياد وملوك، ومفيش اي حد في الدنيا يعرف يخشها الا لما يكشفوه ويعرفوا مين هو وجاب البضاعه دي ازاي وجابها منين، وساعتها هتبقى نهايتكم. ما يا عم انا قلت لكم الاول على حل، البضاعه دي احنا نخلص منها ومن شرها خالص، نحرقها ندفنها ان شاء الله حتى نرميها في النيل. برضه اصحابها يفضلوا وراكم يشمشموا لحد ما يوصلوا لكم، وساعتها مش هيرحموكم. جرى ايه يا استاذ صلاح؟ انت عمال تقفلها في وشنا كل شويه كده، لا عاجبك كده ولا عاجبك كده، نعمل لك ايه يعني؟ تعملوا اللي يفيد وما يضرش. بص، الحكايه دي كلها لها حل من اتنين، يا تخشها حرب يا تخشها سياسه. سياسه ازاي يا صلاح؟ انك تاكل السبع قبل ما ياكلك، وتروح له قبل ما يجيلك. انت عايزني اروح لهم برجليا واسلمهم رقبتي؟ ما قدامناش حل تاني. اهو ده ما اسموش حل يا متر، ده اسمه قطع رقاب لا مؤاخذه. ما حدش بيروح للموت برجليه يا متر، ده اسمه كلام. ده يا عم حربي، احنا لو رحنا لهم هيعذبونا وهيقررونا واحتمال يخلصوا مننا خالص. يا اخ زين، لو انتوا خايفين قراط هم خايفين 24. جرايه يا عم صلاح، انت عايزني اروح لهم بالعربيه وارجعها الرشوان بالبضاعه واقول له عفى الله عما سلف خلاص حقك عليا وخطوه حبايبي وخلص الموضوع؟ لا، انت مش هتروح بالبضاعه ومش لرشوان، لعنتر. انتوا مش بتقولوا ان في بينكم وبينه معرفه وان هو له في الموضوع ده بدليل ان الراجل بتاعه كان موجود في العمليه؟ اه خلاص، يبقى ده اللي تروحوا له، وانا بقى هقول لكم تعملوا ايه معاه وتقولوا له ايه بالظبط. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا حربي؟ عايزني بحاجه؟ عايزك يا باشا بخصوص التريلا. تريلا؟ تريلا ايه؟ التريلا بتاعت رشوان بيه اللي اتسرقت من كام يوم. ايوه، مالها؟ بس انا اعرف مكانها يا باشا واقدر اجيبها لكم. انت اللي سرقتها؟ استغفر الله العظيم يا باشا، استغفر الله العظيم. احنا لا حراميه يعني ولا قاطعين طرق ولا حاجه، لا مؤاخذه، كل ما في الموضوع ان انا مجرد واسطه. انت عارف هي فين؟ بس اعرف اللي يعرف. هات من الاخر يا حربي. عايز كام؟ عيب يا باشا، انت راجل خيرك مغرقنا وعيب، انا ما اقعدش الايد اللي اتمدت لي ابدا. حربي قصر، هات من الاخر. عاوز كام؟ انا شخصيا مش عايز اي حاجه ليا، بس المعلمه انشراح يعني ليها قرشين كده واكلهم عليها رشوان بيه. رشوان بيه؟ طب ما تروح له وتكلمه، انا داخل ايه بالموال ده؟ يا عنتر بيه، يا عنتر بيه، انا عارف ان سعادتك ورشوان بيه شغالين مع بعض وصحاب، وانا يعني اشتغلت مع سعادتك وسعادتك اكرمتني اخر كرم، وما انساش يعني دقه المجدعه اللي عملتها معايا يوم ما استنيت عليا في فلوس الخرده لحد ما صرفها. انما رشوان ده انا ما اعرفوش لا مؤاخذه، واكيد شايط ومولع نار عشان يعني البضاعه اللي اتسرقت منه والتريلا وكده، وانا ما اعرفش لو رحت له هيتصرف معايا ازاي، وانا اصلي ببقى خول ايديا قوي ووحش ساعه الزعل. لكن سعادتك يعني لو اتكلمت معاه واتفهمت معاه ممكن تجيب لنا الفلوس بتاعت المعلمه انشراح، وساعتها العربيه هتكون عندك في التو واللحظه. مش هي كانت جايه على هنا برضه؟ عايز كام؟
23,000 جنيه ونص. ونص؟ ده مبلغ كبير مش صغير. العربية باللي فيها يا باشا تساوي أكتر من كده بكتير، بس إحنا يعني مش طماعين. هي العربية فين دلو؟ في الحفظ والصون يا باشا. سعادتك تجيب لنا الفلوس تلاقي العربية عندك في غمضة عين. بس الموضوع دي مش سهل، محتاج شطواك. مفهوم يا باشا، مفهوم طبعا. سعادتك يعني هسيبك كده تشاور رشوان بيه وتتكلموا مع بعض، وهديك تليفون كده على آخر النهار، وربنا يسهل إن شاء الله بإذننا بقى. باشا ان حرب المهدي قد كلمته، ها؟ تريلا بالحديد قدام عينيك زي ما قلت لك اهو. عداني العيب وازح انا، ها؟ طيب، السلام عليكم. استنى عندك انت وهو. خلصوا عليهم يا رجاله. استنى يا رشوان. قبل ما نخلص عليهم نتاكد الاول ان الحاجه كلها في العربيه. برعي، انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجه اللي في العربيه. كده يا فالح، هنتصرف ازاي في النصيبه اللي احنا فيها دي يا عم الفصيح؟ اهدى زين، اهدى. ليه كده يا عنتر بيه؟ ده من امنك لم تخونه لو كنت خاين يا جدع. الامثله الشعبيه الخايبه دي دول عندكم في الحاره هناك، انما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هام وقت منك له. واللي يلعب لعبه مع الكبار ما هوش قدها لازم اخرته تبقى كده. كده يا عنتر بيه؟ بقى هي دي كلمتك؟ غصب عني يا حبيبي، صدقني غصب عني. رشوان بيه، رشوان بيه. ها، لقيت الحاجة؟ لا لا. يعني ايه لا؟ هنا الحديد لكن لا. نهار اسود، ازاي الكلام ده؟ ايه ده؟ يعني ايه مش موجود؟ مش موجود يا باشا. يعني ايه مش موجود؟ مش عارف. فين البضاعة يا حرب؟ ما الحديد يا باشا قدام عينيك في التريلا اهو. حديد ايه؟ انا بسالك على البضاعه الثانيه. البضاعه الثانيه؟ البضاعه الثانيه دي بقى زين، هو كان في بضاعه ثانيه في التريلا؟ البضاعه انا مش هقول، ما اعرفش حاجه عن موضوع البضاعه الثانيه دي خالص. انت هتسوق الهبل على الشيطان هلا منك لو. الله يسامحك يا باشا، الله يسامحك. هتقول البضاعه فين والا؟ ولا ايه يا باشا؟ هتعملوا فينا ايه اكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي؟ ايه؟ هتموتونا مرتين؟ تمام يا باشا، تعليمات سعادتك هتتنفذ بالحرف الواحد. مع السلامة يا باشا. تعليمات ايه اللي الباشا قالك عليها يا عدل بيه؟ ما تتكلم يا عدل بيه. الباشا بيقول ما دام الولدين دول لجأوا لعنتر من الأول، يبقى عنتر هو اللي خلص الموضوع ده بطريقته ويرجع البضاعة. يا سلام، يعني ايه بقى عنتر يمسك الموضوع كله لوحده؟ ده كلام تخريف، كلام فارغ. لم لسانك، نسيت نفسك ولا ايه يا رشوان؟ تعليمات الباشا الكبير، تعليمات الباشا الكبير واضحة، ولا عندك اعتراض؟ لا 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 عدل بيه، مفيش اعتراض ولا حاجة. هو في حد مننا يقدر يعترض على تعليمات الباشا الكبير؟ ده تعليمات الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا زي سعادتك ما قلت، مش كده ولا ايه يا رشوان؟ طبعا طبعا. انتر، الباشا بيقولك لازم تخلص الموضوع ده بهدوء ومن غير شوشرة وبأسرع وقت. قول للباشا يطمن، كل الطين اللي حصل لدي هنخلصه منه ومن غير شوشرة كمان. أسيبكم أنا بهوات، تصبحوا على خير.
قدمنا له. على السلامة يا بيه. سلام عدل بيه. ألف سلامة عدل بيه. السلامة عدل بيه. تصبح على خير عدل باشا. الله حنفي. ماشي. هتبصل بيك الصبح. نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. عجل صاحبك المقبول ده. تصبح على خير. يا رشوان. عبى كده يا عزام. عنتر يركب على كتافنا ويدلدل رجليه وبكره يسوقنا. وعيلان زي دول ما يسوش نكلة يعملوا فينا كده؟ ما انت عارف الحكاية متنيلة بست النيلة ولازم نخلص من الموضوع ده بقى. وانت عارف الباشا الكبير أوامره سيف على رقبنا كلنا. ده اللي باخده منك على رقبتك انت وسي عنتر. اه لكن على رقبت انا ما ينفعش. ما ينفعش يا عزام. سلام. حنفي بكره من النجمه تجيب لي اسمه قبضايا ده على مكتبي فورا. انت فاهم؟ يلا اطلع. عارفين كنت هبقى حزين قوي لو عيال جدعان زيكم ما عملوش احتياطاتهم وعملوا اللي انت عملتوه ده. عارفين لو ما عملتوش كده كان زمانكم دلوقتي رحت في الكازوزه. ودي ايه الدخله الناعمه دي؟ قلبك علينا قوي عنتر بيه. خلاص بقى يا عنتر بيه ما بلاش ناكل من الكلام ده. كفايه قوي اللي حصل الليله. اللي حصل الليله غلطه كبيره بس صدقوني انا ماليش يد فيها. صدقوني. حربش خد دي شيك بتاع المعلمه ادولها وقول لها متشكرين انها صبرت علينا الوقت ده كله. هو ايه الحكايه بالظبط يا عنتر بيه؟ الحكايه ان احنا اتفقنا تاخدوا فلوس المعلمه وترجعوا العربيه. طب وبالنسبه للبضاعه الثانيه؟ ايه؟ البضاعه الثانيه فجأة جرب يطلع بقول لكم ايه؟ يلا نروح اكيد انتوا تعبانين ونتقابل بكره ونتكلم. هنتقابل امتى وفين عنتر بيه؟ عند عزام بالليل ناكله ونشربه ونهيصه وبعدين نتكلمه. بقول لكم ايه؟ اهلا اللي عازمكم. موافقين؟ رايك يا زين؟ ولك يا صاحبي. خلاص عن تربيه نتقابل بكره عند عزام بيه ان شاء الله. طيب يلا تصبح على خير. فين؟ ايوه عن تربيه يلا بينا. يلا جات لك على الطبطاب هتشوف حبيبة القلب دنيا يا عم. النبي نقطنا بسكاتك ودواته. يلا يلا بينا قبل ما اغير رايه. يلا بينا. طيب هتصبح على خير بقى يا رجاله. الهي وانت جاهي ما عيدها علينا وعليكم ليله يا اخي. السلام عليكم. كده هاي الموضوع ماشي زي ما احنا مخططين له بالظبط. قول لي عنتر ده هتقابل امتى وفين؟ النهارده الساعة 10 جبلية عزام اللي البنت دول بتشتغل فيه. هو عزام معاهم في اللعبة دي؟ اه ومعاهم واحد تاني بيه كده محترم وعلي الهيبة. ده لولاه كان زمان رشوان خلص عليا انا وزين. اسمه ايه الراجل ده؟ بيقولوا لي عدلي بيه.
عادل تعرفه ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي. ايه بس في ايه؟ ايه بس يا عم صلاح؟ تعالى بس يا عم فهمني في ايه؟ ركز كويس يا حبيبي، هو ده؟ هو بس هو دلوقتي اكبر شويه من الصوره. تعرف الجدع ده ولا ايه؟ فاكر يا حربي واحنا في السجن قلت لك ان في محامي عرض عليا رشوه كبيره عشان اديله وصل امانه كان موكل الدهوني ارفع بيه قضيه؟ ايوه فاكر. المحامي ده هو عدل. أنا أيامها كنت لسه مؤمن بالقيم والأخلاق. غبي. رفضت الرشوة. وكانت النتيجة إنهم سرقوا ملف القضية كله بالوصل بالمستندات. وراح الموكل رفع عليا قضية خيانة أمانة ودخلوني السجن. وقضوا على مستقبلي. الأدهى بقى إن المحامي اللي اترفع عن الموكل في قضية خيانة الأمانة هو عدلي برضه. يوم هوقف في المحكمة طالب أقصى العقوبة. بعد شوية وأنا في السجن عرفت إن عدلي اتجوز ميسة. خطيبتي. الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. هي اللي سرقت الملف؟ وعدلي ده أنت ناوي تسكت له؟ مش هسكت. بس أنا بحاول أحسبها صح. لأن عايز أنتقم منه واحدة واحدة ودفعه ثمن كل يوم من أيام سنين عمر اللي ضيعها. أنت بدأت توصل له إزاي يا أبو صلاح؟ عن طريقك أنت يا حرب. أنا؟ طبعا. أمال أنا واقف جنبك وبساعدك علشان إيه؟ عشان تطلع في العالي وتطلع لفوق توصل للي أنت عايزه كله وساعتها تقدر تساعدني أوصل للي أنا عايزه. ياه. طب وليه اللفة الطويلة دي كلها؟ عشان اللي زيي محتاج واحد زيك واللي زيك محتاج واحد زيي. حربي انا اعرف اخطط وادبر وافكر لكن التنفيذ عايز واحد زيك اعصابه حديد وقلبه ميت. انت محتاج لي عشان تحقق اللي انت عايزه وانا محتاج لك عشان احقق اللي انا عايزه. ها قلت ايه؟ اتفضل يا حربي. يزيد فضلك يا عنتر بيه. هنا بقى نتكلم براحتنا بكل رواقة. مش كنا جينا هنا من الأول؟ أهو ما كانش حصل اللي حصل ده. فوتك من اللي حصل. تعالى نتكلم في اللي هيحصل. إيه رأيك يا حربي؟ نبدأ صفحة جديدة. ها؟ وأنا وعدك وعد شرف. محدش يأذيك. أنا عارف إنك مأمن نفسك زين عشان اللي حصل يعني. ايه قولك؟ ماشي يا عنتر بيه نبدا صفحه جديده بس ما يبقاش فيها غدر. انا وعدتك وعد شرف. المشكله مش فيك يا عنتر بيه، المشكله في التانيين دول عم رشوان وعم عزام. واحد عصبي ومتهور وراكب دماغه والتاني ما اعرفش حاطط نقره من نقرنا ليه. من الاخر كده دول غلاويين ومش مضمونين. انا وعدك محدش منهم يقدر يجرب منك. ماشي بس النوبة الجاية ما فيهاش رجوع. عارف يا حربي لو صدقت معايا تبقى واد جدع راجل اخدمك بعناية التنين. قول لي ايه اللي في دماغك؟ والله يا باشا اللي في دماغي كل خير. طب قول لي عليه فهمني
خلينا معاك على الخط يعني. الحقيقة عنتر بيه أنا عندي اقتراح هيريحنا ويريحكم على الآخر. دو إيه؟ البضاعة الوقتي كانت خارجة من مخزن رشوان رايحة مخزن عندك، صح الكلام؟ إيه وبعدين؟ واللي أنا فهمته إن البضاعة بتروح على مخزن رشوان ومن هناك بتخرج وتتحط في عربية من عربياته، والعربية دي بتوصلها لحد المخازن عندك، ومن عندك بقى الله أعلم بتروح على فين. كل ده بيحصل ورجالتكم اللي لا مؤاخذة يعني ما يسووش 3 مليم ماشيين وراها من هنا لهنا لهنا، بيراقبوها ويأمنوها ويعرضوا نفسهم ويعرضوكم للخطر. أنا بقى شايف إن كل ده ملوش أي لازمة. قصدك إيه؟ قصدي يعني إن إحنا مستعدين نقوم بالدور ده مكانكم، نبعد عنكم المخاطر دي خالص. نستلم ونوصل ونسلم. يعني من الآخر كده نستلم إحنا البضاعة وسعادتك تقول لنا على المكان اللي عايز توديها فيه وإحنا نوصله بمعرفتنا. ايه يا حربي؟ واحنا طراطير ولا ايه؟ قاعدين طراطير ايه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ليه بس يا عنتر بينا قلت حاجة غلط؟ لا كلام مش غلط لكن صعب، صعب قوي يا حربي. صعب ليه بس يا باشا؟ صعب ليه؟ ده احنا كده هنوفر عليكم مخاطر ملاش اول من اخر، وكل ده يعني في مقابل عمولة بسيطة لي انا ورجالتي، واكيد العمولة دي هتبقى اقل بكتير من المصاريف اللي بتصرفوها على تأمين عمليات النقل والمراقبة. وطبعا اول عملية هتكون البضاعة اللي عنديكم، وهتبقى بداية يا باشا، وهو جربونا فيها. والله مشيت الامور تمام التمام وانبسطتوا مننا ندخل معاكم في اللعب، ما ارتحتوش خلاص انتوا عندكم بضاعتكم واحنا عندنا العمولة بتاعتنا، وخالتي وخالتك وتفرقوا خلاه. حلو الكلام؟ مش عارف اقول لك ايه يا حربي. قول على البركه يا باشا. مش سهل يا حربي، مش سهل. انا مش بشتغل لوحدي، لا انا بشتغل مع ناس كبار هم اللي يقولوا اه او يقولوا لا. قصدك يعني على رشوان وعزام بيه؟ رشوان وعزام دول زيهم في ناس فوق. عدلي بيه؟ عدلي بيه ده مجرد برسال، فيه ناس فوق. فوق؟ في ناس فوق كمان يا باشا؟ ده زي الافلام بقى يعني، الراجل التاني والراس الكبيره والحاجات اللي بتشوفها دي يعني. احنا بنشتغل مع ناس كبيره، كبيره قوي، مفيش قلوبهم رحمه، محدش يقدر يوصل لهم ولا يقرب منهم. تعرف احنا عندنا سنين طويله ننحتوا في الصخر عشان يطمنوا لنا ويوافقوا ان احنا نشتغل معاهم، فهمت؟ بس احنا يا باشا دخلنا اللعبه دي بصدفه كده وبقينا عارفين كل حاجه، وبتهيألي برضو البضاعه اللي عندنا دي اللي تساوي ملايين ممكن توفر علينا السنين الكتير اللي سعادتك بتقول عليها دي، وتدخلنا في اللعبه اوام اوام. على العموم انا هقول لهم ولو اني حاسس يعني انهم مش هيوافقوا. بلاش نقدر البلا قبل وقوعه يا باشا، وبرضو يعني ايه طالما سعادتك بتقول ان هم ناس كبار يبقى اكيد تفكيرهم هيبقى كبير زيهم وهيدونا فرصتنا، وبرضو يعني كلمتين كده من سعادتك تزكينا عندهم هيبقوا حلوين قوي، واحنا يعني مش هنقصر رقبتك قدامهم. ولو رفضوا؟ لو رفضوا بقى يا باشا يبقى عوضهم على الله في البضاعه اللي عندنا، وزي ما سعادتك قلت البضاعه اللي عندنا دي تساوي ملايين، ومفيش حد مجنون اليومين دول يفرط في الملايين كده بسهوله، صح ولا انا بتكلم غلط؟ تفتكر قبضايا قد عملية زي دي؟ ده ما هيصدق يا باشا، عايز ياخد طاره من حربي وزين، غير بقى ان حربي عامل له عملية تجميل في وشه يا باشا. انا بسألك سؤال محدد، قدها ولا لا؟ جاوبني. خلاص نبعت كام راجل من عندنا يساعدوا في العملية. انت مجنون، اوعى تعمل حاجة زي كده. انا عاوز اكون برا الصورة تماما، عايز العملية دي تتم من غير ما حد يحس بينا، مش عاوز شوشرة. اما انت والرجالة بقى ليكوا مهمة تانية. مهمة ايه بقى يا رشوان بيه؟ بعدين هبقى رسيك على كل حاجة. أوامرك يا باشا. المهم تروح تجيب اللي اسمه أبوضايا ده من أي داهية، تفهمه الموضوع وتتفق معاه على كل حاجة. خد اديله دول يروح يجيب عربيات ورجالة بعيد عننا، المهم ينفذ كل اللي تقوله عليه بالحرف الواحد.
مالك يا زين في ايه؟ في عربيتين قطرنا من ساعة ما خرجنا من المنطقة. ايه؟ دول بيقربوا مننا. طب حاسب حاسب، وسع لهم وسع لهم. باين عليها كده هتحلو على الاخر. جاهزين؟ جاهزين يا باشا. وحشتني قاضي اتوي منك لو. عاملين فيها معلمين صح؟ مش انا قلت لك يا قاضي حرب انت وزين ان انا هزفكم لاخرتكم؟ ما سمعتوش كلامي وما صدقتونيش. على فكره يا زين مش عايزك تقلق على دودي. دودي دي في الحته الحلوه اللي هنا. هتجوزها. فين ياضي الألمونيا اللي معاك؟ ألمونية ايه؟ المصلحة، الشنطة اللي خدتها من رشوان بيه. بعينك يا بضايع. هتجيب الشنطة يا حبيبي أتوي منك لو؟ هتحضر الفرح أنت وحربي وهنعيش كلنا في بيت واحد. مش هتجيب الشنطة؟ هطلع أنا ودودي حبيبة قلبي ناخد العزا على قبركم. تصدق يا ياض؟ أنت طول عمرك بق ورخيص وجبان. لا زين عيب، ما تتكلمش كده عن معلم أبضايا. لا هو صحيح نادل وجبان وكل حاجة، لكن مش دي المشكلة. المشكلة في ريحة رجليه اللي تقرف الكلب يا أخي. بستحمى بقى وبطل وساخي. ماشي أتوي منك لهم. حموهم يا رجالة قبل ما ندفنهم ونخلص عليهم. اقف مكانك وارمي اللي في ايدك. نعم يا أخويا. احنا بليت سالي نفسك وارمي اللي في ايدك. يلا هذا الله يسهل لك من هنا. يلا يلا يلا. يا ريس يا حربي انت وقبضايا مش ناويين تجيبوها البر؟ انزلوا هاتوهم وحرزوا كل اللي معاهم، واللي يقاوم اتعاملوا معاه بمنتهى الشدة. يلا اركبوا اركبوا.
اطلع بسرعه. يا باشا سعادتك، انا شفت عربيه وقعت في الجبل من فوق البادي فقلت انزل احتويهم يعني. واللي نازل يحتويهم بياخد معاه جنازير وشوم وسنج؟ ما سعادتك الحته مقطوعه، وعلى راي المثل الحي يبقى من الميت، ولاد الحرام ما بيمشوش جنب الحيط بالليل. وطبعا بالصدفه البحته العربيه دي يطلع فيها حربي وزين. ها صدفه يا باشا؟ انا مش مصدق نفسي، اللي قدامك ده مش هو اللي اتقبض عليه. انا بطلب من سعادتك تحتويني. احتويني يا باشا. روف حرز الاسلحه اللي كانت معاهم، وخد لفندي ده هو اللي معاه، ارموهم في الحجز والصبح يطاردوا على النيابه عشان تحتويهم. شوي السيد خدوهم على الحجز. حاضر يا باشا. وصلوني. اتفضل يا سيدي الناس، اتفضل. أول مرة شفتك فيها يا حربي وأنا عارف ومتأكد إنك هتكون مصدر قلق كبير أوي ليا. هو أنت كده دايما يا باشا؟ تسيب القاتل وتمسك في المقتول؟ اخرس يالا وما تنطقش لما أسألك. إيه اللي قدامك أنت وزين الحتة المقطوعة اللي مليانة أولاد حرام على رأي قبضايا؟ رايحين نخلص مصلحة سعادتك. مصلحة إيه اللي كنت رايحين تخلصوها؟ كنا رايحين نتفق على نقلة خردة يا باشا. فجأة لقينا قبضايا ورجالته ورانا على الطريق. وزقونا وحاولنا من فوق الجبل والعربية ولعت بينا. بعد كده نزلوا علينا بالشوم والسنج والمطاوي عشان يخلصوا علينا. ولولا إن سعادتك جيت في الوقت المناسب لزماننا دلوقتي في المشرحة بدل ما إحنا واقفين هنا قدام سعادتك. الشنطة دي بتاعتكم؟ أنت يا قلم إنك له الشنطة دي بتاعتكم؟ افتح الشنطة يا رؤوف. حاضر يا فندم. هو فين؟ ما رضيش يستنى وصاب لحضرتك صندوق وخد عربيته ومشي. ما قالش حاجة قبل ما يمشي؟ قال إن الصندوق فيه هدية من حرب لسعادتك. هدية؟ فين الصندوق ده؟ في المكتب سعادتك. استنى، انت هتعمل ايه؟ مش لما نعرف الصندوق في الاول. محمد افتح الصندوق ده. افتحه. على مهلك، بالراحة بالراحة. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ كل دي فلوس؟ مش قلت لك يا باشا انها عملية خردة كبيرة قوي؟ عملية خردة بكل الفلوس دي؟ ده عربون يا باشا. العملية ب 10,000 جنيه، اللي قدام سعادتك ده عربون. ده عربون لعملية خردة؟ ب 10,000 جنيه. وب 20 يا باشا، وب 50 وب 100 كمان. يا باشا البلد مليانة خردة. وزي ما في شغل على صغير في شغل على كبير لمؤاخذة. واحنا بقى باشا عايزين نلعب في الكبير. ولا انت سعادتك ضد ان الواحد يحسن حالته ولا ايه؟ حرز الشنطة دي بالفلوس اللي فيها رؤوف، وخد الأفندية دول نزلهم الحجز بعيد عن قبضايا ورجالته. طب لمؤاخذة حجز ليه يعني يا باشا؟ ده احنا المجني عليه مش الجاني يعني. النيابة يا حبيبي هي اللي تقول مين الجاني ومين المجني عليه. خدهم يا رؤوف. ياه، بتقالي نتصل بعد ليه؟ مش كده؟ ايه؟ بتقول ايه؟ معقول يا عنتر؟ طيب طيب، أنا أبلغ الباشا بعدين أكلمك. مين اللي كان بيكلمك يا عدلي؟ بعنتر. ايه؟ في اخبار جديده؟ بيقول ان البضاعه وصلت.
وصلت؟ وصلت امتى وفين وازاي؟ بيقولوا ان اتصلوا بيه من موقع البومات، قالوا له انها وصلت. عنتر اتاكد من الحكايه دي؟ لسه مكلمني ومع عزام. ومين اللي وصلها؟ حربي؟ لا يا باشا، لا حربي ولا زين. اللي وصلها ولد بيشتغل معاهم اسمه بركه، ومعاه واحد تاني معرفش اسمه. واضح ان العيال دي بتفكر كويس قوي، كانت عامله حسابها لكل حاجه، كانوا مرتبين اوراقهم ترتيب جامد جدا. عدلي، رشوان مع عنتر وعزام في الموقع؟ لا يا باشا، ما كانش فيه هناك غير عنتر وعزام وبس. عدلي، اتصل بعنتر خليه يشاور البضاعه زي كل مره. اتصل بعزام خليه يبلغ الموزعين يجي يستلموا البضاعه ويدفعوا ثمنها طوالي. الجماعه بتوع تركيا قلوا قوي، مش عايزين نتاخر عليهم اكتر من كده. امرك يا باشا. عدلي، انا عايزك تعرف لي الاولاد اللي هم حربي وزين دول فين دلوقتي. اسال في المشرحه، في المستشفيات، في كل اسامي البوليس، في الداخليه كلها، في كل حته. يا عدلي، في كل حته لازم تعرف لي الولاد دول فين دلوقتي. بعد كده رشوان بيأمرنا نخلص على قبضاي ورجالته. بعد قبضاي ما يخلص على حربي وزين وناخد البضاعه ونوديها مخزنه. كذاب كذاب يا باشا، ما تصدقوش. لا لا، هو ده اللي حصل يا باشا، ما تصدقوش. ده بيخرف، حنفي اتجنن، مجنون مجنون. انا مش عارف بيقول ليه كده. اكيد حد زقه عليا. ايوه انا ليه اعداء كتير وخصومات، ممكن حد يوزع عليا، مش انا. ما تصدقوش يا باشا. لا، ايه رايكم في اللي انتوا سمعتوه ده يا رجاله؟ والله يا باشا انا حاسس من الاول ان رشوان ده سبب كل المصايب. وانت عزام، كل حاجه بقت واضحه دلوقتي يا باشا. وطبعا ما فيش راي بعد راي سعادتك. شفت رشوان؟ شفت اصحابك بيقولوا ايه؟ انت كنت عايز تقلبها مجزره يا راجل، مجزرة. كنت عايز تقتل حربي وزين بقبضايا ورجالته، وبعد كده تاخد البضاعة كلها لحسابك. ده ايه الفيلم الهندي الخايب ده؟ لا، كنت فاكر ان انت تقدر تعمل كده بكل بساطة وسهولة ومن ورا ظهري ومن غير ما حد يحس. ده انت بغبائك يا راجل كنت هتقلب الدنيا كلها علينا وتفتح في وشنا ابواب جهنم. لولا الولدين حرب وزين طلعوا في منتهى الزكاوه، لان البضاعه ما كانتش موجوده. لولا كده كنا رحنا كلنا بسببك في 60,000 داهيه. سامحني يا باشا، سامحني، غلطه. اديني فرصه اخيره اصلح غلطتي. ده انا ياما خدمتك، أنا خدامك يا باشا، خدامك. مظبوط، عندك حق، أنت خدامي. بس بعد اللي عملته ده يا رشوان، معلش أنا مضطر أنهي خدمتك، وإحنا متفقين على كده من الأول. اللي يخون أو يلعب بديله من ورايا هيكون حسابه معايا أنا شخصياً، مش كده ولا ايه يا عدلي؟ تمام يا باشا، وده كان الاتفاق والعقد شريعه المتعاقدين. سمعت يا رشوان؟ سمعت؟ انت اللي جبته لنفسك مهاب. لا، ارحمني يا باشا، انا غبي. ارحمني يا باشا، ابوس رجلك. ارحمني يا باشا، انا خدامك. عارفين الأشجار اللي حوالينا دي؟ دي أشجار نادرة ومن نوع غريب جدا،
محتاجة لسماد عضوي نادر زيها عشان تعيش وتكبر. النوع ده من الأسمدة غالي قوي قوي. رشوان بقى والريس حنفي أنا ناوي أخدمهم وأخليهم يختموا حياتهم بعمل مفيد وله قيمة. هخليهم السماد العضوي بتاع الأشجار النادرة دي. يا سلام يا باشا، يا سلام يا باشا، طول عمرك تحب الأعمال الخيرية. والله ليك الجنة يا باشا، ليك الجنة. ايه رأيك عندي؟ عزام خدوهم قدامي. تعال ورايا يا اساس. ارموه. حرام عليك يا باشا، بلاش الموتة دي. ورا حشني غباك يا رشوان. السلام عليكم. السلام وبركاته. ايه ده؟ ده الحبايب كلهم متجمعين هنا. اهلا يا حربي، اهلا يا زين. ازيك يا باشا؟ ازيك يا عم تربيع؟ ازيك يا حربي؟ هدوم يا باشا. عزام بيه؟ انست وبهوات. الله ينسك يا باشا. يا ترى بقى العود جاهزه؟ حالا عبد الفتاح، عود المسابك وتعالى. ايه؟ عود انهي مسابك؟ مسابك رشوان بيه الله يرحمه، ويبشبش الطوبه من تحت راسه. يا رب. اصل انا وزين بقى عقبال عندك اللي هنمسك المسابك من هنا وطالع. الكلام الفارغ ده عدل بيه. دي اوامر الباشا الكبير يا عزام، واوامر الباشا سيف على رقابينا كلنا. لا، ايه المسابك ده؟ كلام فارغ. الحكايه عيلت على الاخر. ما تلم لسانك يا جدع انت. انت بتعلي صوتك عليا يا ولد. انت مش عارف تكلم مين؟ عزام. يعني هكون بتكلم مين يا اخويا؟ ابن بار مديله؟ ولا عايزين نهار من اولها. من هنا ورايح هيبقى في شغل بينكم، ولازم تتعاونوا على اكمل وجه. ايه؟ شغل؟ شغل مع الجنابيع دول؟ بس ما تتكلم بادب لاحسن ودين. انا زين. بس يا عدلي بيه، احنا مفيش مشاكل بيننا وبين اي حد. اهم حاجه بس ان النفوس تكون صافيه من ناحيته هو. خلاص خلاص يا حربي، انا وعزام هنتعاون معاكم، هنقف جنبيكم. كلام الباشا لازم يتنفذ. مش كده ولا ايه يا عزام؟ نستأذن احنا عشان نشوف شغلكم. شرفت يا بهوات، وخلونا على اتصال. اه طبعا طبعا. يلا يلا يا عزام. سلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا عزام. يلا. الراجل غطيته وخارج بصغر لنا ازاي؟ يا عم سيبك منه وخلينا في شغلنا. يا باشا فين العقود؟ لا وصلوا العقود يا عدلي. عفتاح ابعت حد يشيل الزبالة دي. حالا يا باشا. حالا. تعالى يا حربي، هتمضي في كل صفحة انت وزين، وفي الاخر خالص في الطرف الثاني توقعوا عليها. ماشي. لا مؤاخذة بس باشا، البدلة انا. طب باشا مش نقرا العقد الاول ونشوف بس مكتوب فيه ايه وبعد كده نمضي؟ اه طبعا، اقروا براحتكم وخدوا وقتكم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدى يا عزام، ما حصلش حاجة. أنت عايز يحصل إيه أكتر من اللي حصل ده؟ عايز يحصل إيه؟ الله يرحمك يا رشوان. كان عنده حق لما قال إنهم عايزين ياخدوا مكانه، وبكرة هيطمعوا وياخدوا مكانك وبعدين مكاني، يخلصوا مننا واحد ورا التاني. اهدى يا أخويا، اهدى. لما يحصل حاجة يمكن نتصرف معاهم. أنا لسه هستنى لما يحصل تاني. انت عايز ايه يا عنتر؟ لما يركبوا على كتافنا ويدلدلوا؟ لما يضيعونا خالص؟ قلت لك اهدى، قلتها لك مليون مره يا اخي. بطل الجنان ده،
ولا انت نسيت اللي حصل لرشوان؟ لا يا حبيبي، رشوان حاجة وانا حاجة تانية خالص. انا بقى هعرف ازاي، هعرف ازاي اكسرهم واجيب مناخيرهم الارض. انا هخليهم يغلطوا ويتطوروا، ساعتها بقى لما يغلطوا الباشا هو اللي هيخلصنا منهم ويريحنا. بكرة تشوف يا عمتر، بكرة تشوف. اتفضل يا باشا. هايل، مش فاضل بقى غير انكم تمضوا على الورقة الصغيرة دي. ورقة ايه يا باشا يا موسى؟ دي ورقة الضد. ورقة ايه يا باشا؟ الضد يا زين. دي ورقة تحفظ حق الباشا عشان لو حصل لا قدر الله حاجة كده ولا كده. معلش يعني بالراحة علي عشان افهم بس، يحفظ حقه ازاي يعني؟ العهد اللي انتوا مضيتوا عليه ده بيقول ان انتوا دلوقتي اشتريتوا المسابق وبقت ملككم. اه. لكن الواقع غير كده. الواقع بيقول ان المسابق بالارض بكل اللي عليها ملك الباشا الكبير نعيم باشا السيوفي. الورقة دي بقى بتثبت الكلام ده. امضي يا حربي. استنى يا حربي. يعني ساعتك عايز تقول ان احنا اراجوزات؟ واجهة يعني؟ أيوة يا زين، أنتوا مجرد واجهة وبس. دي الأصول اللي قال لكم عليها الباشا امبارح بالليل. فهمت يا حبيبي؟ فهمنا يا باشا، فهمنا ومفيش أي مشاكل وهنمضي لك يا سلام. وبإذن الله الورقة دي هتتشال ومش هتطلع تاني أبدا، لأن إحنا ناويين نخدم الباشا بعينين. وأدي مضيت أهي، مضيت أهي. بإذن الله ربنا يبعد عننا مشاكل بقى. كده زين ولا ايه؟ اللي تشوفه صح. طب يلا امضي، يلا امضي. بس انا لسه مش فاهم برضو ايه ورقه الضد اللي انت خليتنا امضي عليها دي يا حاج. دي الورقه اللي بتثبت ان المسابق ملكيتها الحقيقيه في ايد الباشا الكبير، وان العقد اللي احنا مضيناه ده عقد سوري. يعني ايه سوري؟ يعني تبل وتشرب ميته. قابل لي ايه واشرب ميه ايه؟ شوف يا زين، المسابق دي ظاهريا ملككم، لكن لا تقدروا تعملوا فيها حاجه، لا ترهنوها ولا تبيعوها ولا تتصرفوا فيها الا باذن نعيم بيه وموافقته، علشان في الحقيقه هي ملكه هو مش ملككم، والورق اللي انتم مضيتوه ده بياكد الكلام ده. يعني احنا كنا في الاول طراطير ولسه لغايه دلوقتي طراطير برضه؟ لا يا زين، اراجوزات. اراجوزات يعني احنا على اخر الزمن بقينا اراجوزات انا وانت يا حربي؟ طراطير؟ قاعدين يلعبوا بيهم؟ يعني احنا بعد كل اللي احنا عملناه ده ياخدوا هما ورث القفص واحنا برضه بنداس بالرجلين؟ لو انت فعلا عملت تقول لي امضي 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 يا ابني. ما احنا لو ما كناش مدينا ما كناش اخدنا حاجه. واحنا خدنا ايه؟ ما احنا برضه خدنا شويه هوا في هوا يا اخويا. يا جماعه استهدوا بالله، اهدوا كده واسمعوني. الحكايه بتاعتكم دي ملهاش غير حل واحد بس. الحل ايه يا متر؟ اني ورق الضد ده يختفي. يختفي؟ يختفي ازاي يعني؟ عندك حل؟ المساله دي سيبوها عليا انا وانا هتصرف. المهم تركزوا في اللي انتوا فيه وسيبوا الباقي على ربنا وصلاح بحر. ها يا رجاله، العمليه مشيت تمام؟ قشطه يا باشا. كويس كويس قوي. اقول لكم ايه، تعالوا نقعد بقى عشان نتكلم في التفاصيل. يلا تعالوا تعالوا يا ولاد، تعالوا اقعدوا اقعدوا يا زين. انا طلبتكم النهارده مخصوص عشان عايزكم في عمليه خطيره شويه. العمليه دي لازم تتعمل ومنتهى الدقة والحرص والسرية، يعني مفيش أي مخلوق على وجه الأرض يعرف بيها غير أنا وإنتوا وبس. تحت أمرك يا باشا. عملية إيه يا باشا اللي سعادتك طالبها منا؟ إنتوا مش إمبارح وديتوا البضاعة على العنتر؟ حصل يا باشا. وخدها على عنده في المخازن. أنا عايزكوا بقى تاخدوا البضاعة من عند عنتر وتخبوها إنتوا في مكان الجن الأزرق ما يعرفلوش طريق. تحت امرك يا باشا طبعا. بس ليه يعني لا مؤاخذه، هو حصل حاجه لا سمح الله؟
حربي، كلام اللي انا اقوله اوامر، واوامري لازم تتنفذ ومن غير اي مناقشه، مفهوم؟ زي الشمس في عز الظهر يا باشا. طب وسعادتك عايزنا نعمل العمليه دي امتى يعني؟ في اقرب وقت، بكره او بعده بالكتير. نيجي بقى لسي عزام. عزام عنده في الكباريه كمبيوتر صغير، لابتوب يعني. الكمبيوتر ده عليه ملف بكشف بكل بيانات العملاء اللي احنا بنتعامل معاهم واللي بنوزع من خلالهم البضاعة. انا عايزكم تجيبوا لي الكمبيوتر ده من غير ما عزام يعرف ولا حتى يحس. طب ازاي يا باشا هنعملها من غير ما يعرف ولا يحس؟ ما هو اول ما هيلاقي ان الكمبيوتر ده مش موجود هيعرف على طول انه اتسرق. صح صح يا زين، يبقى عزام مش لازم يعرف. طب ودي هتتعمل ازاي لا مؤاخذه؟ لا دي لا مؤاخذه بسيطه خالص. بعد ما تاخدوا البضاعه وتجيبوا لي الكمبيوتر، عزام وعنتر تخلصوا منهم. ايه؟ يخلص منهم؟ لو انتوا مش قد العمليه دي ومش هتقدروا تعملوها اقول عادي، وانا هجيب اي حد غيركم يعملها. هنقدر يا باشا ان شاء الله هنقدر. اسمع منكم اخبار كويسه قريب. هتسمع يا باشا اخبار كويسه وقريب قوي كمان ان شاء الله. حلو حلو خالص. عارفين يا اولاد ساعتها هيكون ليكوا عندي مكافاه كبيره قوي، مكافاه انتوا ما تعرفوش حتى تحلموا بيها. نام فين؟ الحقني يا عنتر بيه، في حاجة رهيبة حصلت. حاجة ايه؟ ما تتكلم يا أخي. عربية عزام وبرعي، العربية اتنسفت بيهم قدام الكباريه وراحوا فيها هم الاتنين. بتقول ايه؟ اتنسفت؟ الغريب في الموضوع إن حربي وزين كانوا هناك، شفتهم هما بيبعدوا بالعربية ساعة عربية عزام وبرعي ما ولعت فيها النار. أنت متأكد يا مفيد؟ أنا شايفهم عليا الاتنين دول اللي هياكلوا من دول. أنت إيه اللي وداك ناحية الكباريه؟ مش مهم أنا إيه اللي وداني، المهم أنا كنت هناك وخلاص. أنا بكلم سعادتك أهو عشان تلحق تتصرف. عايز رأيي؟ هيك أنت كمان يا عنتر بيه. ابعد يا روح ما بعدك روح يا أخويا. عنتر بيه انت ما بتردش عليا ليه يا عنتر بيه؟ يا عنتر انت
اتأخرت قبل كده ليه؟ عبال ما خلصنا اللي ورانا. هو ده الكمبيوتر؟ ايوه هو. يلا بينا احنا حاجة. ما تقعدوا كده تهدوا تشربوا لكم حاجة. يا دوبك بقى دنيا نروح نلم لنا ساعتين، ورانا بكرة شغل كتير. ماشي يا حربي. هتيجي تشوفني تاني امتى؟ هتصل بيكي بكرة. طب النبي يا حربي لو شفت دعاء بسلم لي عليه. مالكيش دعوة أنت بدعاء. ابعدي عنها أحسن لك. خلاص بقى يا زين خلاص. يلا حربي خلينا نمشي من هنا يلا. تسمع على خير يا دنيا. وانت من اهله. ها يا عم عنتر عامل ايه؟ حربي اللي انتوا بتعملوه ده غلط وغلط كبير. لو الباشا الكبير علم بيه مش هيرحمكم. متخافش علينا يا عم عنتر، كل اللي بيحصل ده بأوامر الباشا الكبير، وأوامره لينا نخلص من عزام معنتر. عزام خلصنا منه بقى الله يرحمه، ما فاضلش غيرك. انت جاي تقتلني؟ انا لو كنت عاوز اخلص منك كنت قتلتك امبارح بالليل في العوامة ورميت جدتك في النيل. كان برضو احنا بنعيش وملح، والعز اللي احنا فيه ده انت واحد من اسبابه، والنادل بس هو اللي ينكر ده، واحنا مش قدها يا عم عنتر. قصدك ايه؟ انت بلدكم في الصعيد مش كده؟ اسيوط مركز البداري، بلد اسمها العتمانيه. امسك ايه دول؟ أنا هقوم أوصلك دلوقتي الأول للطريق هنا، ومن هناك تاخد أي مواصلة ترجع بيها بلدكم في الصعيد. عايزك تختفي هناك، غير شكلك غير اسمك، المهم إياك ترجع القاهرة هنا تاني. عايزك تختفي من على وش الأرض. عنتر الشندويلي ده بح، كان في منه خلص. فهمني يا عنتر. أنت اللي فاهم يا باشا الكبير، اللي بيعرف إنك أنت هربتني هيسكت؟ هيفضل ورانا احنا التنين لحد ما يقتلنا. انت بتعرفش الناس دول يا حربي؟ متعرفهمش. ده مفيش في قلوبهم رحمة. محدش بيدور على ميتين يا عم عنتر. انت بالنسبة للباشا الكبير دلوقتي اتقتلت امبارح بالليل في العوامة واترمت جتتك في النيل، وزمان السمك اتعشى بيك وحبس. انت قلت له كده؟ يلا يلا بينا نمشي من هنا. الدنيا قربت ليل ولسه اطلع عليا وعليك. اتفضل يا سيدي. ايه ده؟ ده ورقة ضد. ايه؟ الحكاية كلها ورقتين تلاتة، ايه بقى كل ورقة ده؟ أصل اللي جاب كل اللي في خزنة عدلي، اللي طلع فيها بلاوي متلتلة. يا حلاوتك يا أبو صلاح يا جامد أنت. كده السيوفي مش ماسك علينا أي حاجة وإحنا ماسكين عليه كل حاجة. انها ما قلتليش مين اللي جاب لك الورق ده؟ ميسه. ميسه مين؟ ميسه مرات عدلي المحامي. مرات عدلي؟ مش دي اللي كانت خطيبتك؟ مش قلت لك ان انا هشربه من نفس الكاس اللي شربني منه. المهم هتعمل ايه دلوقتي؟ هفوت على زين عشان نروح لعدلي. لا انا قصدي هتعمل ايه والورق ده معاك؟ هعمل زي ما قلت لك بالظبط. هخلع انا وزنب اللي خدناه ونبعد عن الشقاوة خالص ونعيش بقى حياتنا بالسليم. تفتكر يعني الباشا الكبير هيسكت على الكلام ده؟ بالورق اللي معانا ده ملوش حاجة عندنا وما يقدرش يفتح بقه. طب والبضاعة؟ البضاعة دي مفتاح الأمان بالنسبة لنا، ضمان سلامتنا، وزي أنت ما علمتنا بالظبط، طول ما البضاعة معانا وبعيدة عن إيدين الباشا إحنا في أمان. مش كده ولا يا أستاذ؟ أستاذ إيه بقى؟ ده أنت اللي طلعت أستاذ. الحق انا بقى ايه؟ افوت على زين عشان نروح لعدلي. استنى بس. انت واخد الورق ده معاك ليه؟ هروح اشيله في حته امان. لا انا قلت يعني ورق بالاهميه دي
طبيعي ان يبقى تحفظ عندي هنا. لا 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 ابو صلاح، انا خاف عليك لو ورقه زي ده موجود عندك، ممكن يعرض حياتك لخطر. طب هنعمل فيه ايه طيب؟ اشيله في حته محدش يعرف طريقها خالص. يلا بالاذن. سلام. انت بتقول ايه يا حربي؟ زي ما قلنا لك كده يا باشا، احنا لا هنتصل بحد ولا هنوزع حاجه لحد. يعني ايه؟ يعني احنا يا باشا خلاص ما بقاش لا لينا في بضاعه ولا في بودره ولا في الشغل الوحش بتاعكم ده. وبعدين يا باشا يعني اللي عندنا الحمد لله كفايه وبارك الله فيما رزق. الحلال مفيش احسن منه. يا سلام. انت بتخرف انت اهو تقولوا ايه؟ انتوا ناسيين ان اللي عندكم ده وتحت ايديكم ملك نعيم باشا سيوفي ممكن في لحظه يسحبوا منكم؟ يا باشا مش ناسيين ولا حاجه، لا بس يعني الكلام ده لو كان في حاجه اصلا تحت ايدينا. قصدك ايه؟ وانت ما قلتلوش يا حربي؟ اخ تصدق نسيت يا زين. اخص عليك يا حربي. قال يا جدع انت هو اللي نسيته اخ فيه؟ كلم عني انت هو. هو انت ما دريتش يا باشا؟ مش المسابك والكباريه وشركه المقاولات خلاص بح اتباعوا بقوا باسم ناس تانية خالص. يعني احنا يا باشا دلوقتي غلابه، مفيش حاجه الباشا يقدر ياخدها مننا. معلش يا زين. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا ناسين تحت ايدي ورق ضدكم، يعني ممكن اوديكم في 60 داهيه. براحتك يا باشا براحتك، اعمل اللي انت عايزه. بس اعمل حسابك لو ده حصل البضاعه اللي عندنا انسوا انكم تشوفوها تاني. يعني ايه؟ هتبيعها يا كمان ولا ايه؟ لا يا باشا حد الله بينا وبين الحرام. احنا خلاص لا هنشتغل لا في المخدرات ولا في البودره ولا اي حاجه شمال، وناويين نعيش حياتنا بقى في الحلال. امال هتعملوا بيها ايه؟ الحق حق يا باشا. البضاعه دي بضاعتكم وتخصكم ولازم ترجع لكم بس في وقته. يعني ايه بس في وقته؟ يعني نضمن نفسنا الاول ونامن نفسنا من غدركم لا مؤاخذه، وساعتها ساعتها بس بضاعتكم هترجع لكم لحد عندكم. انما لو فكرتوا مجرد تفكير انك تؤذونا باي حاجه مش هتشوفوها تاني. بقولكوا ايه؟ انتوا كده بتلعبوا لعبه خطر وانتوا مش قد اللعبه دي. دي مش لعبه بالنسبه لنا يا باشا، دي حياتنا. واظن بقى من حقنا نعيش حياتنا على كيفنا من غير ما اي حد يتدخل فيها. بلغ نعيم السيوفي بالكلام ده، ويا ريت تقول له انه اي حاجه ممكن تحصل لينا انا او حربي او اي حد من طرفنا يبقى ينسى ان ممكن يشوف البضاعه دي في يوم من الايام. اما بقى بعد فتره يعني لو الامور هديت والنفوس صفيت ساعتها ممكن نبقى نتكلم في موضوع البضاعه ده. لحد ما ده يحصل ينسى. طب يا باشا اظن بقى يعني بعد الكلام الحلو اللي اتقال ده مفيش حاجة تانية ممكن نقولها. نسيبك احنا بقى عشان تشوف شغلك ونروح احنا كمان نشوف مصالحنا. استنى عندك انت هو. لو فاكرين ان دخول الحمام زي خروج ده بعضكم. طب لازمته ايه طيب الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ الله يا متر، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف أحسن. مش هي دي برضو الأصول حسب كلام الباشا الكبير ولا سعادتك لك رأي تاني؟ بس كده بقى انتوا حفرتوا قبركم بايديكم. هو انت يا باشا ما تعرفش ان محدش بيموت ناقص عمر؟ يا عم يلا بينا بقى، دي ناس عماله تهلفط بالكلام. الله سلام يا متر. تقدر تقول كده ان احنا معرفة قديمة. انا اعرفك. معذور، ما انا لو حصل فيا اللي حصل لك ده كل حاجة راحت منك ممكن كانت تبقى حالتي اصعب من حالتك بكتير. صلاح. شفت بقى ان الدنيا صغيرة يا عدلي بيه؟ لفت لفت ورجعت لنفس المكان اللي كنا فيه من 7 سنين، بس الكراسي اتغيرت
بقيت انت اللي تحت وانا اللي راكب فوق. انت هتقارن نفسك بيا يا حقير انت؟ الحقير اللي سرق وخان وضيع من عمري 7 سنين، ولا نسيت عدلي بيه؟ انت جاي تلعب نفس الدور دلوقتي؟ السن بالسن والعين بالعين، وانت اللي ابتديت والبادي اظلم. يا ده انا تعبت تعب عشان اوصل للحظه دي. طلباتك يا صلاح. منك انت مش عايز حاجه. امال عايز ايه؟ تعمل كل ده ليه؟ عشان ارد لك نفس الالم اللي اديتهوني زمان. ما خطفت خطيبتي، ضيعت مستقبلي. انا بقى ضيعت حياتك كلها، خطفت مراتك. انت عارف مين اللي جاب لي المستندات من خزنتك عدل بيه؟ ميزة. ميزة؟ ميزة. ميزة مراتك. على فكرة الموضوع ما كانش صعب عليها قوي، لأنك دربتها زمان وعلمتها كويس، وأنا استخدمتها النهاردة. والله المفروض أشكرك عشان أنت دربتها كويس على الخيانة. أنت كذاب! كذاب وحقير! ميسا مش ممكن تعمل كده، مش ممكن! اهدى، اهدى عدلي بيه. أنا عارف إن الموضوع صعب. صعب إنك تصدق إن مراتك خانتك. بس ده اللي حصل. وعشان تتأكد أنا هسمعك بنفسك. ألو؟ أيوة يا ميسا، أنا صلاح. هاي صلاح، عملت إيه؟ خلصت مشوارك؟ خلصت. جبتها وهي معايا دلوقتي، مستنيكي تنزلي لي. حالا يا حبيبي هكون عندك. متهيألي اللي هيحصل بعد كده حاجات أسرية ما يصحش أبقى موجود فيها. مين اللي قفل يا بركه؟ حربي، حربي. وانت بتكلم حربي ليه دلوقتي؟ مصيبه، مصيبه يا كيم. مصيبه ايه يا بركه؟ احنا في وزير رمضان ما تخلص، في ايه؟ المعلمه انشراح، المعلمه انشراح اتقتلت هي ودنيا، وزينة اتخطف، زينة اتخطف. تمام يا باشا. عملت ايه يا مهاب؟
ما لقيتش غير زين هناك. طب وحربي؟ مش موجود. والورق؟ ملوش أي أثر. الورق فين يا زين؟ اتكلم يا جدع انت. انت قول الورق فين؟ اتكلم يا زين. اتكلم. اصل خلاص اللعبة خلصت والباشا هو اللي كسب. اتكلم احسن لك. لعبة؟ ده انت طلعت وسخ وساخة يا اخي. ده انت اوسخ من الوساخه نفسها. انت هتتكلم اهد انت ولا ايه؟ ولا ايه يا باشا؟ يا كبير هتعمل ايه؟ هتقتلني؟ هقتلك بالسرعه دي؟ ليه؟ فاكرني عبيط؟ انا فعلا هقتلك بس بعدين مش دلوقتي. انما دلوقتي انا هجيب حبيبه القلب قدامك، خطيبتك دعاء دودي، هقتلها قدام عينيك بالراحة شوية 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 شوية. لو فضلت راكب دماغك وما قلتليش الورق فين ساعتها انت عارفني بتخنق بسرعة، هقتلك واخلص قدامك لبكرة الصبح. يا تقولي الورق فين يا إما خدوه من قدامي ارموه في المخزن مع البنت بتاعته. يلا خدوه. متهيألي يا باشا زين ما يعرفش فين مكان الورق. فكرك كده؟ الوحيد اللي أكيد يعرف هو حربي. حربي هنجيبه من انهي مصيبه دلوقتي؟ ده مفيش حد عارف له طريق جره. لا بسيطه يا باشا، بدل ما احنا اللي ندور عليه نخليه يجي لحد عندنا وبرجلي. قصدك ايه يا صلاح؟ قصدي نستغل نقطه ضعفه. اماني؟ بالظبط يا باشا. ودي هجيبها منين دي دلوقتي؟ موضوع اماني دوت بقى سيبهولي انا يا باشا. انا هعرف اجيبها ازاي ولحد هنا. طلبت تقابلني ليه يا حربي؟ عايز تسلم نفسك؟ اسلم نفسي ليه يا باشا؟ عشان قتلت انشراح ودنيا والشغاله اللي كانت معاهم في البيت. لا يا باشا انا ما قتلتش حد. امال مين اللي قتل؟ زين؟ ولا زين يا باشا. اللي قتل المعلمه انشراح ودنيا والبنت سهره هو اللي خطف دعاء وزين واختك الهنسه اماني. اماني اختي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه يا باشا، اللي قتل المعلمه انشراح ودنيا والبنت سهره هم اللي خطفوا زين ودعاء واختك الانسه اماني. اماني اختي دخلها ايه بالقذاره بتاعتك دي يا حيوان؟ ملهاش دخل يا باشا، ملهاش دخل. هم قاصدين انا مش قاصدينها هي. هم مين اللي قاصدينك؟ انا مش فاهم اي حاجه. بركه اتفضل يا باشا. ايه ده؟ الظرف ده في الورق اللي سبب في كل الجرائم اللي حصلت وخطف اختك الانسه اماني. شوية يا حرب قلقتين عليك. معلش يا باشا اصل مشواري طويل حبتين. ايمن ارجع على البوابة. تشرب حاجة يا حرب؟ طمني اخبارك ايه؟ انا تمام يا باشا، المهم سعادتك اخبارك انت ايه؟ انا زعلان يا حربي، زعلان قوي ومنك انت بالذات. عارف ليه؟ لأن أنا عملت منكم بني آدمين وخليتكم في وضع ما كنتوش تحلموا بيه أبداً. كانت النتيجة إيه؟ إنكم رديتوا لي الجميل بقلة أصل ملهاش مثيل، وأنا اللي قلة أصله معايا أنسفه. ليه بس كده يا باشا؟ ما كنا ماشيين كويس
وبعدين ما تنساش بقى يا باشا ان انت اللي كنت محتاج لنا، واستفدت من ورانا كتير، وكسبت من ورانا اكتر. ولا انت يا باشا حد كان ضربك على ايدك؟ صح، في دي عندك حق، محدش ضربني على ايدي، كانت غلطه بس ملحوقه، الغلط هيتصلح. تهديد يا باشا؟ لا لا لا، اعتبره تحديد مواقف، لكن لو ما نفذتش اللي انا عايزه منك مش هيبقى تهديد، هيبقى فعل. فين الورق؟ لا هو سعادتك فاكر ان انا هاجيلك لحد هنا ولوحدي ويكون معايا الورق؟ ده انا بقى غبي قوي. يعني انت ما جبتش الورق معاك؟ الورق موجود يا باشا في الحفظ والصور. اطمن على زين واماني ودعاء واشوفهم ويمشوا بالف سلامه من هنا، الورق يكون عندك في ثانيه. الله 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 الله، انت بتتشرط عليا يا سحربي؟ يا باشا انا لا بتشرط ولا حاجه، انا جاي اتفاهم مع سعادتك، قول لي اوله شرط اخره نور. فين زين ودعاء واماني؟ سلمني الورق وانا اسلمهم لك. اشوفهم الاول واطمن عليهم. انت بتتحداني يا دي انت؟ انا يا باشا، انا مين عشان اتحدى سعادتك؟ كل ما في الموضوع بس ان انا بحدد مواقف، مش ده كلام سعادتك برضو؟ وبعدين يا باشا ما تنساش ان الورق اللي معايا ده ممكن يضيع كل القبهه والهيلمان اللي انت عايش فيه، ويضيعك في لحظه ويدخلك لمؤاخذه السجن. بس انا بقى ممكن اخدمك خدمه العمر واجيب لك الورق بتاعك في مقابل خدمه بسيطه، نطمن على زين ودعاء واماني. خليه يشوفهم يا باشا، خليه يشوفهم، احنا مش هنخسر حاجه. ولو الورق ما جاش يبقى هو اللي خسر كل حاجه. صلاح، انت صلاح؟ انت اللي خنت وبعتني؟ اوعى تزعل يا حربي، دي لعبه، وصول اللعبه بتقول اللي تغلبه لعبه، والمصلحه قالت ان انا لازم ابقى جنب الباشا الكبير. مش معقول يعني هسيبه واقف جنبك؟ طب ليه يا صلاح؟ ليه؟ عشان انت نسيت اهم حاجه في اللعبه يا حربي، ان انا الاستاذ وانت التلميذ. وعيب قوي قوي ان الاستاذ مش ورا تلميذه، ولا ايه يا صاحبي؟ اخرس، اوعى تنطق الكلمه دي تاني على لسانك، انا ما يشرفنيش انك تكون صاحبي يا واطي. مش وقت لوم وعتاب يا حربي، نخلص بس من اللي احنا فيه الاول وبعدين نقعد ونتكلم، ده إذا كان فيها بعدين يعني. مهاب، هات أماني وزين ودعاء. يا حرب واقف ليه؟ اقعد يا راجل اقعد، اقعد يا حرب، البيت بيتك. فكهم وقتهم. ما قلت لك يا حرب ما تزعلش، دي لعبة. يوم ليك ويوم عليك، يوم في ايدك ويوم في ايد غيرك، المهم اللعبة تكمل للآخر. وبعدين ما تقلقش، احنا خلاص قربنا من الآخر اهو، هتدينا الورق وتاخد صحابك وتبقى اللعبة خلصت. ولا يا باشا سعادتك؟ تمام يا بحر، تمام. الجماعة بره يا باشا. كفاية حد هنا. حربي، حربي، كنت متأكدة إنك هتيجي. ما تخافيش يا أماني ولا أنت يا دعاء، كل حاجة هتبقى تمام. عامل إيه يا زين؟ بس حربي، خلاص؟ طمنت على أصحابك؟ تاني كده بقى تبعت تجيب لي الورق، أظن ده من حقي دلوقتي. إيه ده يا حرب؟ أنت هتعمل إيه؟ أنت هتخلص خالص، مالكش دعوة. يا واطي يا كلب يا ابن الكلب. لا لا، لو سلمتهم الورق يا حربي هيخلصوا مننا كلنا زي ما خلصوا من انشراح ودنيا.
دول كلاب يا حربي ما عندهمش رحمه. لا استنى مهاب. لو حسك طلع مره تانيه انا هخلص على دعاء بتاعتك دي قدام عينيك ودلوقتي حالا. وانت يا حربي تحب تشوف اصحابك وحبايبك هما بيتقتلوا واحد ورا التاني ولا هتنفذ اللي اتفقنا عليه؟ اسمع كلام الباشا حربي، سيبك من زين، زين ده جعجع على الفاضي. انت ادرى واحد بيه دايما بيحسبها غلط ومتهور، انما انت العاقل اللي بيحسبها صح. انقذ نفسك وانقذ صحابك وابعت هات الورق. ماشي يا باشا ماشي، بس انا بقى ليا شرط. انت لسه ليك عدة شرط يا سي حربي؟ نسمعه يا باشا نسمعه. طلباتك يا حربي، اول الورق ما يوصل على البوابه اماني وزين ودعاء يمشوا من هنا. انت بتحلم؟ خلاص يا باشا، يبقى مفيش ورق بقى ولا حاجه، وعليا وعلى اعدائي. ما بلاش اللي عندي ده يا حربي. هو ده شرط يا باشا؟ انا مش موافق. انا قلت لا يعني لا. طب بعدين ساعتك يا باشا حربي، لو احنا مشيناهم نضمن منين انك ما تعملش حركه من هي عنده؟ والله انا موجود معاكم ومش همشي من هنا غير لما تتاكدوا ان كل حاجه تمام، ولو حصل اي حاجه يا باشا تبقتلني. ايه راي ساعتك يا باشا؟ ماشي يا سحر ماشي. لا يا حربي، أنا مش همشي من هنا إلا ورجلي على رجلك يا حربي. بطل فتوانة يا زين واسمع اللي بقولك عليه. ما أنا طول عمري بسمع اللي بتقول عليه وبنفذه. المرة دي أنت اللي هتسمع كلامي يا حربي. لو اديتهم الورق هيخلصوا منك. مش مهم أنا يا زين. المهم أنت وأماني ودعاء تبقوا بعيد. وأسيبك لوحدك؟ مش هيحصل أبداً يا حربي. إحنا طول عمرنا مع بعض يا جدع. الحلوة والمرة سوا. أجي دلوقتي وأسيبك في الموت لوحدك؟ مش هيحصل يا حربي. يا نعيش سوا يا نموت سوا، مش هسيبك ابدا يا صاحبي. ده ايه الليله اللي انا فيها دي؟ ايه المسرحيه السخيفه اللي انا بشوفها دي؟ انتوا ايه هتفضلوا طول الليل تحبوا ببعض؟ هتخلص ولا اخلص عليهم؟ خلص يا باشا خلص. لا يا حربي دور تسجيل جاهز يا فندم. هيا يا حربي هات الورقة وتعالى. اللي عملته ده عين العقل يا حربي، عين العقل يا حبيبي. اوعى توقف تسجيل. حاضر. رؤوف خليك جاهز، اماني ودعاء وزين اول ما يخرجوا هنهجم على طول. تمام تمام يا فندم. كله اجهز. يلا الكل ورايا. اتفضل يا باشا. ميرسي يا روجا. هو اللي هيجيب الورق ده هيجي امتى؟ 10 دقايق بكتير يا باشا. 10 دقايق مش كتير برضه يا عم صلاح. قعده حلوه والعصير احلى. اشرب اشرب. لا مؤاخذه حربي، رشا ما عملتش حسابك في العصير. ما يجراش يا باشا ما يجراش. بس انا يا باشا لا مؤاخذه في سؤال كده هياكل لي دماغي ونفسي تجاوبني عليه. سؤالين ان شاء الله. المعلمه انشراح ودنيا قتلتهم ليه؟ اسال نفسك، ما انت السبب. انا؟ ايوه. ما انت لو كنت سبت الورق عند صلاح ما كانش كل ده حصل. لكن انت خدت الورق وقلت لزين انك سبته عند واحد امين وبتثق فيه، وزين زي المدب قال الكلام ده لعم صلاح، والكلام في الاخر وصلني. انا قعدت مع نفسي وقلت يبقى اكيد الورق
يا عند انشراح يا عند دنيا، لكن للاسف ما لقيناش الورد لا هنا ولا هنا. تقوم تقتلهم يا نعيم بيه؟ انا اقتل الدنيا بحالها في سبيل اني اوصل للورق ده. طب والبضاعه يا باشا؟ البودره اللي بالملايين اللي كانت في مخزن عنتر وهوب فجاه اختفت، مش همك يا رخره؟ لا انت ما دريتش يا عبقري، ما هو البركه في عبد صلاح، هو اللي دلنا على مكان البضاعه في سقاره ورحنا جبناها. يعني البضاعه عندي دلوقتي تحت ايدي، يعني انتوا خلاص مش ماسكين عليا اي حاجه. وصباعكم اللي كنتوا عايزين تغزقوا بيها عيني بقى تحت درسي، اضغط عليه وقت ما انا عايز لحد ما اقطعه كده. يبقى لف حبل المشنقه حوالين رقبته. ايوه يا رؤوف. ايوه يا فندم. الهدف وصل بوابه المزرعه. اول ما اماني ودعاء وزين يخرجوا زي ما قلت لك تهجم على طول، مفهوم؟ تمام يا فندم. اي عصام. اوكي. في عربيه جت بره يا باشا. سواها بيقول انه جاي لحربي. خليهم يجيبوه. لا استنى. زين واماني ودعاء يمشوا الاول يا باشا. اشوف الورق الاول وبعد كده يمشوا. بس ده ما كانش اتفقنا من الاول. انا بقى عيل وبرجع في كلامي. خليهم يدخلوه. يا رؤوف عربية الهدف دخلت القصر. واماني ودعاء وزين مالهمش اثر يا فندم. يعني ايه مالهمش اثر؟ العربية دخلت ومحدش خرج. صوت التسجيل واضح عندك؟ تمام كده يا باشا. كنا ماشيين كويسين. اتأكد الأول إن الورق كله موجود وبعد كده نشوف. كده في حاجة غلط. أكيد في حاجة غلط. السلام عليكم. مين؟ عنتر؟ انت لسه عايش يا راجل؟ ايوه يا باشا، زي القطط بسبعة ارواح. ماشي يا قطه، غلطه هتتصلح قريب. جبت الورق؟ جبته. اشوفه؟ هتشوف. حلوة الخزنة اللي انت شايل فيها الورق يا عنتر. هاتوا. استنى عنتر. زين ودعاء واماني وعنتر يمشوا الاول يا باشا. اشوف الورق الاول. مش قبل ما يمشوا يا باشا. انت فاكر نفسك مين يا واد انت؟ انت تديني انا اوامر؟ انت فسل ولا تسوى. صرصار أدوس عليه بجزمتي. عايز تمشي كلامك علي أنا؟ ده لسه ما اتخلقش اللي يمشي كلامه على نعيم السيوفي. عارف مين نعيم السيوفي؟ نعيم السيوفي ده خدعة كبيرة قوي، بالونة منفوخة على الفاضي، مستنية بس شك الدبوس قد كده اهو عشان تفرقع. وأنا بقى يا باشا راس الدبوس، إذا لا مؤاخذة يعني هفرقعك. فرقع مين يا فسل؟ ده أنا اللي يقف في سكتي هنسفه نسف. هاتوا منه الورق.
مين ده؟ مين ده؟ انت كده بتلعب بالنار يا حربي. انت اتكلم، الورق اللي انا عايزه فين؟ انا قلت لك يا باشا مفيش ورق قبل ما يمشوا، وما دام ما مشوش يبقى مفيش ورق. كده تبقى انت جنيت على نفسك وعليهم، لان مفيش حد فيكوا هيخرج من هنا الا لما اخد الورق اللي انا عايزه. لا هو سعادتك فاكر ان انا جيت لحد هنا ووراي عنتر من غير ما نكون مأمنين نفسنا كويس وكويس قوي؟ لا يا حرب، لا يا حبيبي، اللعبه دي انا اللي مخترعها لك، ما تجيش تعملها معانا، ما ينفعش. احسن لك تعترف يا حربي فين الورق بدل ما تضيعوا كلكم. فين الورق يا حربي؟ رؤوف اهجم حالا، خد رجالتك واهجم على القصر من البوابه وانا ههجم من الجنينه. اضرب عصام. في ايه يا عصام؟ البوليس هجم علينا بقوه كبيره جدا ومش عارفين نوقفهم. لازم نهرب، يلا بسرعه على العربيات، هاتوا البنتين معانا وخلصوا على البعيد. ماني ودعاء طلع على الجراج وسنه حرب طلع وراهم. اقبض عليهم، اقبض عليهم. حط البنات والعربية دي، تعالوا ورايا يلا بسرعة. انتوا مستنيني، خلصوا عليه. انا هجري من هنا حول الهيمة وانت لف من الناحيه الثانيه، حاول تنجز امين ودعاء. يلا بسرعه. تمام كده صاحبي، الحقهم يا حربي. مش انت مجنون؟ يلا بسرعه، يلا يا رشا. يلا يا باشا اطلع بسرعه من الباب الوراني. يلا بسرعة. اطلع بسرعة على المطار يا رشيد. الو، ايوه سعادة الباشا، الدنيا اتربكت على الاخر، الورق ما جاش والبوليس هاجم المزرعة. والبضاعة؟ والبضاعة هناك، يعني البوليس ممكن يلاقيها. أنا اتفضحت يا عزيز باشا، اتفضحت. اهدى يا نعيم، اهدى. رشا جنبك؟ أيوه رشا معايا يا باشا. اديها أنا أكلمها. يا فندم؟ أقول لك اديها أنا أكلمها. عزيز بيه عايز يكلمك. ايوه يا عزيز بيه، امرني يا باشا. حاضر، تحت امرك يا باشا. اتفضل. من امتى بتكلم عزيز وعزيز بيكلمك؟ انت
ما ترديش على ايديا يا باشا. اهدى يا باشا، دلوقتي روح لعزيز بيه هو يفهمك على كل حاجه. فهمنا على ايه؟ ها؟ فهمنا على ايه؟ ما تنساش حضرتك انه عزيز بيه هو الراجل الوحيد اللي يقدر يطلعك من الورطه اللي انت فيها دلوقتي. بلاش يا أكرم، ده كان هيموت عشاني. عارف يعني ايه كان هيموت عشاني؟ جاي دلوقتي تقول لي بلاش؟ انا مقدر مشاعرك، بس انت كمان لازم تقدري الظروف. بعدين بعدين هاخدك ونروح للمستشفى. اماني اسمع كلام اخوك، هو عنده حق. شايف العربية اللي واقفة هناك دي؟ مالها؟ عزيز بيه جواها وقاعد مستنيك. اتفضل انزله. اتفضل يا باشا. عزيز بيه كويس ان انت جيت بنفسك عشان نشوف هنتصرف ازاي في الموضوع ده. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ تعال تعال. أقدم لك يا باشا صلاح بحر المحامي. أهلا أهلا أهلا. أنا سمعت عنك كتير الأيام اللي فاتت دي، كان نفسي أقابلك وأتعرف عليك. لأن ليا شرف أتعرف على سعادتك يا باشا. لا 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 لا، أنا مش باشا ولا حاجة، أنا اسمي عزيز بيه، الباشا هو أنت. اتفضل اتفضل اركب يا صلاح باشا. اتفضل يا باشا. لفينا ما لفينا صح، ولا المكيكة تطلع بينا في العالي. جابتنا سبع عرض
ولا يهمك يا زين، طالما انا وانت كويسين هتوظف في اي حاجه يا جدع. وبعدين ما تقلقش، مش البلية هترجع تلعب معانا من تاني، الكيكة هتطلع في العالي. عم بقى بلا كيكة بلا كنافة، انت ايه يالا؟ انت ما بتحرمش ولا ايه؟ ده احنا كتب لنا عمر جديد بصراحة بقى. كده احلى، كفاية كده، احلى استوينا. اللي تقول عليها صاحبي، بلاها الكيكة. ازيك يا زين يابا؟ ألف حمد لله على السلامة. ما يهمكش أي حاجة، المهم إن أنت بخير. تشكر عم نوفل. ازيك يا حربي يا ابني؟ الحمد لله عم نوفل، الحمد لله. إيه يا دعاء؟ واقفة بعيد كده ليه؟ مش تيجي تطمني على خطيبك؟ كويس يا زين؟ بخير. بخير طول انت بخير يا طحان. امال فين الست عطيات يا عم نوفل؟ ست عطيات؟ ما خلاص طلعتها وبالتلاتة. والله خير ما عملت. تعالي يا أماني. ازيك يا حربي؟ عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. أنا جيت لك النهارده يا حربي عشان أماني كانت عايزة تطمن عليك، وعشان أشكرك كمان إنك وقفت معايا عشان أنقذ حياتها. تشكرني عليا يا أكرم بيه؟ أنا كنت السبب في الخطر اللي تعرضت له أنسة أماني، بس والله العظيم والله العظيم ما كان قصدي أعرضك لأي خطر، وعشان كده كنت مستعد أعمل أي حاجة، إن شاء الله حتى أموت بس تبقي بخير. عارفه يا حبيبي، عارفه. انا عايزك تعرف ان كل التصرفات اللي تصرفتها معاك كانت بدافع حبي لاختي وخوفي عليها، لكن النهارده يا حربي عايز اقول لك انك طلعت انسان شهم ونبيل وقد المسؤوليه، عشان كده لما تقوموا بالسلامه وتخرجوا عايزكوا تدوا لي المكتب عشان نخلص القضية بتاعت نعيم ونخلص من الموضوع ده كله. الله 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 الله، ايه يا عم انت وهو؟ مستحيل تقعد في المستشفى ولا ايه وننام على السراير؟ قوم يا عم احنا ورانا شغل كتير. انا كده بركه، انا قاعد علينا كده ليه؟ وبعدين شغل ايه اللي بتتكلم عنه ده؟ وخلاص كله راح. الا المستودع. مستودع ايه؟ مستودع المعلم الله يرحمه. أنا خلاص اشتريته بالمزاد وكتبته باسميكم. ردي الجميل اللي عملتوه فيا، طلعتوني من اللعبة المجندة لدي. بس بقول لكم إيه، الشغل الجديد ده ما فيهوش إيه ولا فيه وربنا يوفقنا. وأنا بقى بصراحة ما أقدرش على شغل المستودع ده لوحدي، وقررت أخدكم معايا. بس يكون في علمك أنت أهو، من هنا ورايح أنا اللي إيه، أنا الكوماندا وأنتوا الصبيان عندي. ماشي؟ يلا اعترض تنفس بقى. المعلم الكبير. ايه يا